السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة الصف الخامس الابتدائي مع دراسات الاجتماعية ودرس أنواع السياحة في مصر، والشرح هيكون بالخريطة الذهنية. هنتكلم عن أنواع السياحة: السياحة الثقافية، والسياحة الترفيهية، والسياحة الرياضية، والسياحة العلاجية، والسياحة البيئية، وسياحة المؤتمرات، وسياحة المهرجانات، وسياحة السفاري، والسياحة النيلية. أولا هنتكلم عن السياحة الثقافية. يعني إيه السياحة الثقافية؟ أو يطلق عليها السياحة التاريخية. تعرفها هي السياحة القائمة على زيارة الآثار القديمة والمتاحف المتخصصة. طب انتشارها في مصر؟ تنتشر في مصر الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وده أدى إلى زيادة أعداد السائحين في مصر. أهم المزارات: منطقة الأهرامات، حيث بلغ عدد السائحين لمنطقة الأهرامات، والكلام ده كان في سنة 2007، حوالي 3 مليون سائح. تاني حاجة هنتكلم عنها السياحة الترفيهية، ويطلق أيضا عليها سياحة الشواطئ، لأن مصر بتتمتع بشواطئ خلابة على البحرين الأبيض والأحمر، وتمتد لنحو 3000 كيلو متر مربع. أهم المدن اللي بتنتشر فيها السياحة الترفيهية أو سياحة الشواطئ: على البحر الأحمر شرم الشيخ ودهب ونويبع والغردقة ورأس سدر وسفاجة والعين السخنة، وعلى البحر المتوسط العريش وبورسعيد والإسكندرية ومطروح. مميزات سواحل البحر الأحمر إن المياه بتاعته صافية جدا، والأسماك الملونة وشعاب المرجانية النادرة. تالت حاجة نتكلم عنها السياحة الرياضية، وهي سياحة الغوص والرياضات المائية في شرم الشيخ، وكمان استضافة البطولات الرياضية الكبرى زي بطولة الأهرام الدولية للإسكواش وكأس العالم للشباب، وده كان عندنا في مصر سنة 2009. بعد كده السياحة العلاجية. تنتشر في مصر العديد من العيون الكبريتية والمعدنية التي لها خواص علاجية تشفي من أمراض العظام. طب موجودة فين في مصر؟ موجودة في حلوان وعين الصيرة والعين السخنة والوادي الجديد وأسوان. طيب العيون الكبريتية عندي في أسوان، وعندي مجرد الدفن بالرمال الساخنة في الوادي الجديد، حيث أجواء مصر الخالية من الرطوبة بتتيح لها إقامة المراكز الطبية لعلاج العديد من الأمراض. خامس حاجة هنتكلم عليها السياحة البيئية. السياحة البيئية هي سياحة قائمة على زيارة المحميات الطبيعية ذات الظروف الطبيعية أو الظروف البيئية النادرة، زي التجول في الصحاري المصرية وزيارة الواحات المنتشرة بالصحاري المصرية. تنتشر في مصر العديد من المحميات الطبيعية ذات الطبيعة الخاصة، زي محمية جزيرة سالوجة ودي موجودة في أسوان، ومحمية رأس محمد بجنوب سيناء، ومحمية الصحراء البيضاء الطبيعية بمحافظة الوادي الجديد، ومحمية وادي الحيتان ودي موجودة في وادي الريان بالفيوم. طب عدد المحميات اللي عندنا في مصر، بلغ عدد المحميات حوالي 27 محمية، وفي أمل إن هي تصل لسنة 2017 ل 42 محمية لتشمل 15% من مساحة مصر. أنواع المحميات: محميات رطبة بحارا وبحيرات وجزر نيلية، ومحميات الصحاري المرتفعات والوديان والسهول، ومحميات جيولوجية. سادس حاجة نتكلم عنها سياحة المؤتمرات. مصر نجحت فيها في اجتذاب العديد من المؤتمرات الدولية، حيث استضافت مصر مؤتمر السكان العالمي سنة 1994، والعديد من مقر المؤسسات العالمية الموجودة في مصر زي مقر جامعة الدول العربية. وتعتبر مصر أو استضافة مصر هذه المؤتمرات شهادة دولية على نجاح مصر في توفير هذا النوع من السياحة. سابعا سياحة المهرجانات، ودي بتنشط السياحة المصرية، وعندنا مهرجان ذات طابع ديني زي الاحتفال بليلة القدر، ومهرجانات فنية وبتشمل السينما والمسرح والأغنية مثل مهرجان القاهرة الدولي السينمائي، ومهرجان المسرح التجريبي، ومهرجان بورسعيد لصيد الأسماك. سياحة السفاري هي صورة من سياحة المغامرات التي يقبل عليها السائح الأوروبي والعربي، بتتم طبعا بالتجول بالمناطق الصحراوية والجبلية، هدفها التغيير من حياة الفنادق والعودة للحياة الطبيعية. أخيرا السياحة النيلية أهميتها تتيح للسائح التعرف على كل مدن مصر وأمثلة الرحلات زي رحلات البواخر النيلية والفنادق العالمية. طيب كده احنا اتكلمنا على أنواع السياحة في مصر. طيب ايه هو سائح؟ يعني ايه سائح؟ هو الشخص الذي يقوم بالانتقال لغرض السياحة لمسافة 80 كيلو متر على الأقل من منزله. طيب في هناك سياح أنواع أخرى من السياحات غير اللي احنا اتكلمنا عنها. في سياحة اسمها سياحة المغامرات، وسياحة دينية، وسياحة علمية. سياحة المغامرات زي القائمة على تسلق الجبال، والسياحة الدينية اللي هي القائمة على زيارة المساجد ذات الطابع التاريخي والكنائس والأديرة أو إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر. أما السياحة العلمية زي استضافة الدارسين مثل جامعة الأزهر واستضافتها لأبناء العالم الإسلامي. ملخص الدرس: إحنا اتكلمنا عن السياحة، أنواع السياحة،
والسياحة الثقافية والترفيهية والرياضية والعلاجية والسياحة البيئية وسياحة المهرجانات وسياحة المؤتمرات وسياحة السفاري وأخيرا السياحة النيلية. الواجب المنزلي. السؤال الأول: اكمل ما يأتي من أنواع السياحة في مصر. نقط ونقط ونقط. من المحميات الطبيعية في مصر محمية نقط ونقط ونقط. 3. السياحة القائمة على استضافة البطولات الرياضية تعرف باسم السياحة نقط. من أهم المدن المصرية على البحر الأحمر للسياحة الترفيهية نقط ونقط. 5. من أهم المدن المصرية على البحر المتوسط للسياحة الترفيهية نقط ونقط. السؤال الثاني: اكتب ما تشير إليه كل عبارة. السياحة القائمة على زيارة الآثار القديمة والمتاحف المتخصصة. الشخص الذي يقوم بالانتقال لغرض السياحة لمسافة 80 كيلومتر من وطنه. سياحة قائمة على زيارة المحميات الطبيعية ذات الظروف الطبيعية. 4. سياحة التجول في المناطق الصحراوية الجبلية. وأخيرا سياحة التسلق على الجبال. وإلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم، على أن نلتقي مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية، مع نفهم نتعلم ببساطة.